السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا بكم مرة تانية مع حل تمرينات الدرس الأول في الوحدة الثالثة واللي عنوانها How do I look، يعني كيف أبدو، واللي بيتكلمنا عن شكلنا وبنلبس ايه والوانها ايه وشكلها عامل ازاي. طبعا حبايبي احنا بنحل التمارين بعد ما حلينا وكمان شرحنا الدرس الاول من كتاب المعاصر واللي هسيب لك الرابط بتاعه في صندوق الوصف. بس قبل ما نبتدي يلا لو ما اشتركتش في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. طبعا بعد ما قرينا موضوع الريدنج جايب لي بعض الاسئله اللي موجود عليه في صفحه 114، بيقول لي هو از اسر جوينج تو فيزيت، هو اسر هيزور مين؟ قال لي از جوينج تو فيزيت از انكل حاتم اند انت ملك، يعني هيزور عمه حاتم وكمان عمته ملك. از اسر جوينج سام وير هوت اور كولد، يا ترى اسر هيروح مكان حر ولا برد؟ طبعا اكيد هنكتب هوت يعني مكان حر. ليه؟ هو بيقول لي هاو دو يو نو، طبعا لان مام سيد، مامته قالت حبايبي it will be very sunny، يعني الجو هيبقى حر جدا او مشمس جدا، حتى هي قالت له خد السان جلاسز بتاعتك. طب تعال نشوف، بقول نمبر 3، بقول why does Acer need a sweater، طب هو ليه محتاج السويتر؟ طبعا لما نقرا موضوع الريدنج تاني هلاقيه ان هو محتاج السويتر شكل ما مامته قالت له، هقول because لان it can be cool in the evening، لان حبايبي الدنيا بتبرد بالليل او ممكن تبقى برد بالليل لكن الطبيعي ان الجو حر. طب نمبر 4، بيقول does Acer take his جلابيه، يا ترى اسر هياخد الجلابيه او خد الجلابيه؟ طبعا هنا لما قرينا في القطع حبايبي وكان بيقول لها هل انا محتاج الجلابيه الجديده اللي جدتي جابتها لي، قالت له نو يو وونت، قالت له لا لا، فعشان كده هقول نو هي doesn't، لا ما خدهاش. طب تعال نشوف نمبر 5، بيقول which pajamas does Acer back، يا ترى ايه البيجامه اللي خدها؟ طبعا شكل ما قلت لكم حبايبي كلمه بيجامه جمع، طيب هي خد اني واحده؟ طبعا شكل ما قرينا في القطعه ان هو خد المقلمه وقال ان هي رائعه جدا، فعشان كده لما يقول لي which pajamas does Acer back هقول له the striped pajamas، يعني البيجامه المقلمه. تاني the striped pajamas، البيجامه المقلمه. تعالى حبايبي في صفحة 115، طبعا السؤال الاولاني بستمع للكلمات لكن السؤال التاني ده المفروض ان انا بقرأ المحادثة مرة تانية، وبعد ما بقرأ المحادثة بشوف يا ترى ايه الحاجات اللي خدها اسر معاه. طبعا من خلال قرايتي المحادثة احنا عرفنا ان هو خد تي شيرت، جميل، بس المفروض التيشيرت ده يبقى جرين، خلي بالكم. طيب هياخد السانجلاسز؟ هتقول لي ايوه هو خد معاه السانجلاسز عشان الجو حر. طب خد السويمنج شورتس؟ ايوه خد السويمنج شورتس عشان في هناك حمام سباحه جميل. طيب خد السكارف الكوفيه؟ لا ماما قالت له لا مش محتاج السكارف، انت محتاج سويتر، يبقى اذا هو خد سويتر. طيب هل هو خد السنيكرز؟ هتقول له اه خد السنيكرز يا مستر عشان هيمشوا هناك مسافات طويله هيتجولوا كتير فبالتالي خد السنيكرز. طب العقد؟ طبعا العقد ده بتاع ماما يبقى اذا ملوش علاقه باسر. طيب خد البيجامز؟ ايوه طبعا هو خد البيجامز، بس المفروض البيجامز دي حبايبي يكون سترايبد، سترايبد حبايبي بمعنى مقلمه. طبعا حبايبي في صفحه 116 المفروض ان انا بستمع للنص، وبعد ما استمع للنص اشوف يا ترى هلونها سبوتيد يعني هعملها منقطه ولا سترايبد مقلمه على حسب ما تسمع. يعني نمبر 1 بيقول يوسف went to the shopping mall، يوسف راح الشوبينج مول، he bought striped pajamas، واشترى بيجامه مقلمه، يبقى لازم البيجامه دي حبايبي تكون مقلمه، يبقى اذا البيجامه دي هلونها سترايبد، سترايبد حبايبي بمعنى مقلم. نمبر 2 بيقول نسمة went to the park، يعني نسمة راحت الحديقه، she took a spotted umbrella، واخدت spotted umbrella، فين دي؟ هتقول له ده نمبر 2، وحلوينها ايه؟ spotted، spotted يعني منقط، تاني spotted يعني منقط. نمبر 3 بيقول اميره went to school، بنت اميره راحت المدرسه،
She wore her striped uniform. ولبست الزي بتاعها المقلم. يبقى إذن دي نمبر 3 وده هيبقى ايه حبايبي؟ striped. فلونه مقلم. نمبر 4 بيقول وائل played in the rain. وائل played in the rain. He wore a coat and a spotted scarf. He wore a coat and spotted scarf. طبعا هو ما قاليش اي حاجة بخصوص الكوت، لكن قال لي على السكارف ان هو سبوتيد، وسبوتيد حبايبي بمعنى منقط، تاني سبوتيد بمعنى منقط، يبقى ده هيبقى سبوتيد. تعال نشوف يلا الاكتيفيتيز اللي مديها لي في صفحة 117 على الدرس الاول. عندنا كلمة need، packing، shorts. need يعني يحتاج، packing يعني التعبئة، ان انا بعبي الشنط او تحزيم الشنط، shorts بمعنى شورت. سامي بيكلم هشام بيقول له what are you doing هشام، انت بتعمل ايه يا هشام؟ قال له I am in my suitcase for my holiday. اكيد هقول له انا بعبي الشنطه، I'm packing. خلي بالكوا حبايبي ان قلنا am و is و are بيجي وراها verb plus ing. فسامي بيقول له where are you going on holiday، وانت رايح فين في الاجازه؟ قال له I'm going to الفيوم to visit uncle شريف. قال له what will you eat to take in your suitcase. يبقى انت محتاج تاخد ايه؟ يبقى what will you need، وخلي بالك ان need to be وراها مصدر. I'll take my sunglasses, t-shirts and my swimming. اكيد shorts يعني هاخد المايو بتاعي. تعال نشوف يلا سؤال التوصيل. number one sneakers، فين السنيكرز يا حبيبي؟ قال لي دي اي. طيب scarf، scarf حبيبي اللي هي الكوفية، دي. بيجامز، فين البيجامز؟ A. sunglasses يعني نظارة مستر، C. necklace، necklace حبيبي اللي هو العقد، B. تعالوا نشوف يلا سؤال التوصيل بسرعة صفحة 117. بقول لي which pajamas يعني ما هي البيجامة او اي بيجامة؟ ده سؤال. فين السؤال هنا؟ هتقول لي في اتنين، يا ترى which pajamas I need، هتقول لي كده نايس فعل مساعد، ولا does answer back، هتقول لي لا ده السؤال صحيح، يبقى does answer back. will I need يعني هل انا محتاج، تاني will I need هل انا محتاج، هتقول لي will I need a coat and a scarf يعني هل انا محتاج بلطو وكمان كوفية. ايه it will be يعني الجو سوف يكون، هتقول لي very sunny يعني مشمس جدا، تاني it will be very sunny. what else يعني ماذا ايضا، do هتقول لي نايز بقى I need، نايز الفعل والفعل الاساسي، يبقى what else do I need، what else do I need، يبقى هوصلها بي. he will pack يعني هو هيعبي، يا ترى هيعبي ايه؟ هيعبي الشنطة بتاعته غدا، يبقى he will pack his suitcase tomorrow. he will pack his suitcase tomorrow. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال الاختياري في صفحة 118. بيقول لي we will eat our sneakers. we will eat our sneakers، قلنا sneakers حبايبي اللي هي الحذاء الرياضي، يبقى will حبايبي لازم يجي وراها مصدر بدون اضافات. طب يبقى اذا هقول will take يعني ما قلتش took، لا تقول لي will بيجي وراها مصدر، ما قلتش taking، لا will بيجي وراها مصدر. number 2 بيقول لي you need to go to the pool، يبقى انت محتاج ايه عشان تروح حمام السباحة؟ اكيد swimming shorts اللي هو المايو. طيب نمبر 3 بيقول لي ايه about my best sweater. يبقى قلنا الاقتراح حبيبي بيبدأ ب what about، فاقول what about my best sweater. نمبر 4 بيقول لي ايه I need my scarf. no you won't حبيبي، الاجابة بنو، won't دي اختصار كلمة will not، يبقى طالما قال لي no you will not يبقى اكيد السؤال كان بويل، برافو عليكو. نمبر 5 بيقول لي women، women حبايبي اللي هم النساء، wear around their necks بيلبسوا ايه؟ حوالين رقبتهم. طبعا الكلمه دي حبايبي اسمها we women، اكسرها women دي شورت اي، women wear around their necks. بيلبسوا ايه بقى حوالين رقبتهم؟ هتقول لي necklaces يعني عقد او عقود. تعالوا يلا حبايبي نشوف سؤال الترتيب. بيقول لي cool they are and really، بحاول they are really cool. number 2 pack my I will t-shirt favorite،
إذن هقول I will هيجي وراها مصدر يبقى back. صفة الملكية بتيجي الأول يبقى my، وبعدين الصفة العادية favorite، بعدين الاسم بتاعي t-shirt. number 3 bought some he pajamas striped، إذن هقول هو اشترى he bought. قلنا حبايبي كلمة بجامز دي جمع، فعادي جدا لما اجيب قبلها صن، والصفة بتاعتي striped بجامز. number 4 took she umbrella a spotted، يبقى اكيد هقول she took هي اخدت، وبعدين a والصفة بتاعتي spotted umbrella. تعال نشوف number 5 بقول grows delta cotton nile in the. طبعا انت يا حبايبي ما قابلتناش في الدرس، لكن تعال نقول ان القطن بينمو في دلتا النيل. هقولها ازاي دي يا مستر؟ هقول قطن القطن grows فين؟ يبقى هجيب in the. طب دلتا النيل اسمها ايه؟ دلتا نايل ولا نايل دلتا؟ لا هتقول لي اسمها نايل دلتا. يبقى تاني cotton grows in the Nile Delta. تاني cotton grows in the Nile Delta. تعالوا نشوف يلا سؤال البنكتويشن واخر سؤال. بيقولوا why do you need your necklace ليلى؟ يعني ليه انت محتاجة العقد بتاعك يا ليلى؟ طبعا هبدأ capital letter why do you need your necklace. طبعا الكومة موجودة، ليلى طبعا ده اسم شخص يبقى لازم ال كابيتال، وفي الاخر حبايبي question mark عشان ده سؤال. number 2 بقول هدى went to the shopping mall last Friday. طبعا هقول هدى ال H capital went to the shopping mall last of Friday. الاف كابيتال ليه حبايبي؟ عشان اسم يوم، وفي الاخر احط الفلسطوب بتاعتي. يبقى تاني الاتش بتاعت هدى والاف بتاعت Friday. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا اللي مشتركش في القناة يشترك بسرعة، واللي ما فعلش الجرس يفعل الجرس عشان يجيله تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. استنونا ان شاء الله في الحلقة اللي جاية مع حل تمرينات الدرس التاني، ولكن بعد ما ناخد شرحها وكمان حلها من كتاب المعاصر ان شاء الله. Goodbye. السلام عليكم.